فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول تبث بعض الفضائيات بعض البرامج المتعلقة بالسحر، وذلك باستضافة الساحر حيث يقوم بالإجابة على أسئلة المشاهدين. والسؤال: ما حكم من يتصل على هؤلاء، وما حكم من يشاهدهم لمجرد الفرجة والنزهة؟ الكفر والشرك ما فيه فرجة ونزهة، الواجب استنكاره والابتعاد عنه. الذي يتفرج عليه ولا ينكره، ولا لو كان ينكره ما فتح عليه ولا نظر إليه، فالواجب الابتعاد عن هذا الأمر، إلا إنسان يريد أن يتأكد من هذا الشيء من أجل أن يحاول القضاء عليه ومنعه وإنكاره وإزالته. أما إنسان يبي يقضي الوقت بالتفرج على الكفر وعلى الشرك، هذا لا يجوز. وإذا سألهم وصدقهم كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا وصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد. والساحر أشد من الكاهن. نعم.